ان معظم الناس وخصوصا السيدات بيفشلوا او بيتعبوا او بيعانوا في عملهم بكافه انواع العمل بسبب ارتباطهم الشديد بالنتائج. انا النتيجه ما هي الا علامه على الطريق. انا مش عايش عشان النتيجه، انا مش عايشه عشان النتيجه، ما انا عايشه ليه؟ عايشه عشان اكون الان سعيده، اكون الان حره، اختار الان، اشعر الان باني قادره، اشعر الان باني مقدره، اشعر الان باني مكتفيه ومطمئنه. طب اعمل الكلام ده بالاهداف؟ لا، الكلام ده انا عايشاه بدون اهداف اصلا.